أول تجربة مخدرات كانت إيه وكان عندك كام سنة؟ أول تجربة مخدرات كانت مع ناس صحابي كانوا بيتعاطوا قبلي، كانت سنة 90. أفتكر جدا الموقف، كان يوم ماتش مصر هولندا، الجون الشهير بتاع مجدي عبد الغني. يعني أنا ده الحدث ده فاكره كويس جدا. دي كانت أول الرحلة بالنسبة لي. كنت عارف أنت بتاخد إيه؟ أنا كنت بسمع بس لا، عارف إن أنا هاخد مخدرات. طبعا فضول فضول، مغامرة، حاجة جديدة أنا عايز أشوفها. شاب من 14 سنة، شاب 14 سنة وشايف ناس كتير بشوف ردود أفعالهم لما بياخدوا المخدر ده بيبقوا مبسوطين جدا. طبعا أخدت المخدر ده وطبعا إحساسه مش قادر أوصف لك إحساسه. طبعا هي احاسيس مزيفه. ايوه، لازم حضرتك توصفها للساده المشاهدين يعني، عشان تقول لهم هم هيحسوا بايه. هي القصه مفاهيم مغلوطه، القصه ان انا اخطاء تفكير، القصه ان هي احاسيس ومشاعر كلها مزيفه، بس انا كنت فاكر ان ده هيبسطني، او كنت فاكر ان انا هعرف اتعامل في حياتي او اتعامل مع الاشخاص، او ان انا الباور اللي انا باخده عن طريق المخدر ده هو هيخليني احقق حاجات كتير انا نفسي فيها. احكي لي بقى رحلتك مع المخدرات. طبعا خوف شديد جدا، توقعات اللي هو انا ممكن يحصل لي ايه. فابتديت النهارده ان انا اخش البيت طبعا وعامل احتياطاتي طبعا زي اي حد بيضرب مخدرات في البدايه، وابتديت اخش البيت واعمل شويه ألعاب بحيث ان انا محدش ياخد باله مني في البيت. يعني يمكن عدت مرة، عدت التانية، عدت التالتة، ابتدت والدتي الله يرحمها طبعا تقطع عليا. ابتدى والدي يشوف تصرفاتي بقت مش طبيعية. ابتديت انام كتير، ابتديت اقعد لوحدي في الأوضة كتير. كان عدى قد ايه من اول جرعة؟ الكلام ده يمكن قعدت في نوع المخدر ده قعدت بتاع مثلا 10 سنين، حوالي بتاع 10 سنين مع اضافات تانية طلعت. كان في اضافات تانية، انواع براشيم. انواع براشيم طلعت جديده، وانا طبعا عندي فضول واحساسي من المخدر الاولاني عجبني جدا، عايز توصله تاني، فالفضول واخدني ان انا اجرب المخدر التاني ده عشان اشوف احساس جديد.